صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما أنسى قول بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الوضوء، هل يجوز أن أقول عندما أتذكر بسم الله أوله وآخره، أم أنه مختص بالطعام فقط؟ قل بسم الله ويكفي في الوضوء، إذا ذكرت قل بسم الله في وسطه أو في آخر ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.